هذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: لا يحل لأحد أن يبيت وليس في رقبته بيعة، فكيف يا صاحب الفضيلة ونحن نقيم في بلاد الكفار لمن تكون البيعة في أعناقنا؟ هذا من مساوئ الإقامة في بلاد الكفار، هذا من مساوئ الإقامة في بلاد الكفار، فلا تقم فيها إلا للضرورة فقط، قدر الضرورة. أما إذا كان لك مندوحة عنها فلا يجوز لك تقيم فيها. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، فيما كنتم، يسألونهم في أي مكان هم. فمن مساوئ الإقامة في بلاد الكفار أنه ليس فيها إمام مسلم، وأنه يسري عليه حكم الكفار. لكن إذا اضطر إلى هذا، يجلس بقدر الضرورة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.